طيب كابتن مي، انت الناحيه الثانيه اكيد برضو اول مباراه ليكي كحكم زي اول مباراه ليكي كلاعب. انت لاعبه، ما انا تمام، انا عارفه الطريقه وبلعب من الشارع وبلعب في انديه وعارفه مركزي. حكم دي قصه ثانيه خالص. ده انت نفسك من شهرين ثلاثه قبل ما تبقي حكمه كنت بتعترضي وبتزعقي وبتقولي الله يكون في عون الحكم. فعلا صح كده؟ انا اول مره كنت بحضر المحاضرات وحكم زميلي كنت بزعله في الملعب لما كنت بلعب لسه، فقام قال لي بكره اللي اتعملت فيه هيتعمل فيه حقي. طبعا احكي لي بقى اول مباراه كحكم. طبعا كنت متوتره وقلقانه طبعا، مع اننا كنا احنا كان ما بين المعادي واليخت وكان الاتصالات يعني. بس فطبعا كنت متوتره مع اني كنت واخده محاضرات وعملي ونظري وفاهمين طبعا وامتحنا وكنا عدينا بكل المراحل يعني اللي تاهلنا لده. بس طبعا التوتر يعني كان اول مباراه ليا. بس الصراحه الحكم اللي كان معايا كان كويس جدا ووقف معايا، وقبل ما ننزل قال لي ما تقلقيش وانا جنبك ومعاكي، والحكم المساعد نفس الموضوع، وكمان الناس ساعدتني اللي كانت بره، وبرده ما تخافيش ما حدش اعترض عليا في حاجه، بالعكس الناس ساعدتني وشجعتني. وبعد كده خلاص خدت على الموضوع وبقى عادي بقى، يعني اللي هو مفيش خلل يعني عايز. خلاص بقى. طيب كابتن انا، انت حكمتي مباريات للرجال ولا بنات بس؟ اكيد حكمت. انا عندي في المنوفيه اصلا اول ما بدات، احنا عندنا في المنوفيه ما كانش فيه فرقه نسائي لحد من سنتين اصلا، فكان كل المباريات ولاد بس، وخصوصا مراكز الشباب. يعني احنا نزلنا اول حاجه مراكز الشباب اللي بيبقى فيها الشغب وكده، كانت اكتر ماتشاتنا فيها وناشئين. ومؤخرا لعبت السنتين اللي فاتوا قسم رابع في المنطقه عندي شباب، لكن اصلا احنا ما عندناش غير فرقه واحده كره نسائيه حاليا. احكي لي احكي لي التفاصيل اللي هو ايه. انا نازله احكم لولاد، بطبيعه الحال الولاد اجريسيف، ولما بيشوفوا بنت هي اللي بتحكم فانا لا هعرف اعترض عليها، فهخضها هخوفها فتحسب لي قرارات. ازاي بقى بتتعاملي مع الموقف ده؟ بصراحه يعني ما فيش حدث كبير حصل معايا. ده في معسكر الفيفا الاخير اللي كان في شهر 10. صوره يا جماعه وانا مساعد، ما تقربوش قوي كده. الصوره اللي فاتت كانت في المعسكر الاخير، ودي كابتن هيام اللي هي الصوره اللي قبلها. كابتن هيام ديت الخاصه بالتحكيم النسائي، المحاضره بتاعتنا مسؤول عننا. دوت ماتش كره نسائيه كان في بالميلز. مفيش حاجه كبيره تخض قوي الا ان البدايه، بس اول سنه وثاني سنه ليا كان الناس كلها اول ما ادخل الملعب الحكم البنت الحكم البنت، فالبدايه ما كانش يعني في ناس مجامله اللي هو ان شاء الله يا كابتن خير الكلام ده كله، يتعاملوا معاكي بجنتله يعني برجوله يعني بشويه شيء اللي هو كده. اشتغلي واحنا معاكي مش هنضايقك. بصراحه يعني ما لقيتش قليل قوي الحاجات اللي اوفر بقى الا لما حد يضايقك. لو فرقه مثلا خسرت تيجي بعد الماتش بقى يقول لك الكلمه الشهيره بقى. اكيد عارفها الكلمه الشهيره اللي هو ايه؟ على المطبخ. على المطبخ طبعا. بقول حاضر اخدك معايا من الاخر. روح انت على المطبخ انا تمام. دي الكلمه الشهيره يعني مثلا ما يحب يستفزك مثلا. والعكس صراحه يعني انا كل ما بتطلع بالمستوى بتلاقي الناس محترمه اكتر. يعني انا اول مباراه ليا في القسم الرابع كانت مباراه جامده جدا، كانت نادي اوسنا بيلعب اعتقد حاجه كفر نادي ابشيش او كده، وكان المباراه ديربي الفرقتين قويتين، وكان في نادي اوسنا وكان جمهور كامل، الملعب كله جمهور اوسنا. وانا بدات اول ماتش قسم رابع ليا، بصراحه اللعيبه والمدربين طلعوا بعد الماتش شكروا فيا كمان. عظيم. كنت عامله ماتش كويس الحمد لله. كل ما بتعلى بالمستوى بتلاقي الناس بتفهم اكتر او بيكونوا هادين اكتر من تحت، بيحترموك اكتر. اقول لكم تفصيله كده بتخيلها انا عاجبني القعده الحلوه دي.